ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس جهود ومتطلبات أتمتت العمليات والإجراءات الإدارية في عموم إدارات الصندوق باستخدام نظام تخطيط الموارد المؤسسية، وأكد أهمية تطبيق معايير الحوكمة، وأتمتت العمليات وفقا لأحدث المعايير المطبقة إقليميا وعالميا في رفع مستوى الإنجاز والشفافية وفق الخطة الاستراتيجية لصندوق الطرق، مشيدا بجهود كافة منتسبي الصندوق في الإسهام بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق.